ازيكم في قناة ارتسي كرافت. في الفيديو ده هعمل وصفة عجينة السيراميك المرنة اللي بتستخدم في عمل ورد. أول حاجة هحط كوبايتين من النشا، وياريت أستخدم نفس المعيار اللي هستخدمه للغرا برضو، والنشا يبقى هو نفس المعيار. ودلوقتي بحط كوبايتين كمان من الغرا، وبعدين أبدأ أقلبهم كويس قوي مع بعض. دلوقتي هضيف الجليسرين السائل، هستخدم نفس المعيار اللي استخدمته للنشا والغرا. هضيف كوباية واحدة من الجليسرين السائل، والجليسرين هنا هو اللي بيدي المرونة لعجينة السيراميك المرن. وبعد كده هقلب كويس وما تخضش لو شكلها كان كأنها مقطع كده في الأول، مش مشكلة خالص، أهم حاجة إن احنا نكمل في التقليب لغاية لما كل المكونات تمتزج كويس جدا مع بعض. كده انا قلبت الجليسرين في الغرا والنشا كويس، وبقى هو ده القوام النهائي بتاعي. وهضيف نص معلقة من الكولد كريم، ومعلقتين صغيرين من الفابريك سوفتنر، ومعلقة صغيرة من الخل، ونقلب تاني كل المكونات دي مع بعض. وعلى نار هادية هسخن الغرا بتاعي، وهفضل اقلب طول ما انا بسخن. معلومة مهمة جدا هي ان لو الغرا اللي انا بستخدمه مش نوع سميك او مش نوع تقيل سايل شوية، هستخدم السي ام سي باودر، هو ده اللي هيظبط القوام بتاع العجينة وهيخليها بيقلل من اللزوجة بتاعتها. طبعا الكمية اللي بستخدمها من السي ام سي بتعتمد على نوع الغرا نفسه، يعني في نوع غرا ممكن استخدم معلقة صغيرة على الكمية اللي انا عايزاها هتظبط تماما، وفي في انواع تانية ممكن احتاج ان انا ازود شوية من السي ام سي باودر بحيث ان العجينة اللي انا في الاخر هوصل لها تبقى مش لزجة. وبعد ما العجينة استوت كويس على النار ولمت معايا، حطيت على السطح اللي اشتغل فيه وعلى ايدي فازلين وابدأ اعجن كويس. بس خلوا بالكم ان العجينة بتبقى سخنة جدا، فنعجن بالراحة عشان ايدينا ما تتلسعش. بعد ما خلصت عجن العجينة
حطيت عليها السطح بتاعها فازلين، وهحطها في كيس والفها كويس بحيث ما فيش اي هوا يخش، وبعد كده هحطها في العلبة واسيبها تستريح لمدة من 4 ل6 ساعات قبل ما ابدأ اشتغل بيها.